موجود 17 مليون بيدفع من المجلس الأعلى للجامعات والجامعات الخاصة لشراء محتوى علمي يخدم 90,000 من الأعضاء هيئة التدريس فقط وليس على مستوى مصر، غير المنصرف على المكتبات العلمية اللي موجودة عندنا، اللي لو عندنا قلنا تقريبا في كلية العلوم في 10 أقسام، لو في عندنا 20 كلية في كل جامعة يبقى 10 أقسام في 20 كلية، أدي 200 واحد يتصرف له 100,000 جنيه منصرف على بث الكتب، وليست ومش في كل الاوقات هي الكتب، هي امهات الكتب والمراجع المطلوبه. ده معناه ان احنا عندنا جامعه اسكندريه والقوات، مكتبه اسكندريه والقوات المسلحه ووزاره الصحه بتنفق بنفس الارقام كبيره جدا علشان تحصل على محتويات علميه. تخيلوا لما جمعنا كده اكتشفنا ان هندفع اقل تكلفة per person لما المحتوى العلمي ده بقت منظومة مختلفة خالص حسابيا، هندفع لكل الشعب المصري وهيقع التكلفة للشخص أقل بكتير قوي من التكلفة per عضو هيئة تدريس.